السادة الحضور اسعدتم مساء. في البدء بودي أن أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لمؤسسة المدى للأعلام والفنون والثقافة لإتاحة الفرصة لنا للقاء مبدعات امتزن بحضورهن الباهر الشجاع وفي سعيهن لتحقيق هويتهن الشخصية بصورة خاصة وهوية المرأة العراقية بجهود استثنائية فردية يدفعهن إيمانهن بأن المنجزات الحضارية والثقافية التي تحققت عبر التاريخ الإنساني هي حصيلة تعاون بين الرجل والمرأة. ومن المصادفات السعيدة أن ينطلق مشروع المنتدى الثقافي النسوي من البصرة حيث غيب التاريخ إسهامات النساء في زمن التأسيس الأول في القرن الهجري الأول والثاني حيث الازدهار الثقافي والحضاري، فقد كان لبعضهن تعقد المجالس تروي فيه الحديث وتعلم الناس مثل هند بنت المهلب ابن أبي صفرة ورابعة العدوية، وهو ما يعكس النشاط والحركات الفكرية والثقافية للمرأة البصرية، ومنهم من ساهمنا في الإصلاح الأراضي وحفر الأنهار في محاولة لإعمار البصرة. ومن سعيد الحظ أن ينطلق المنتدى الثقافي النسوي في جلسته الأولى وفي خطابه البنائي التأسيسي من البصرة. اليوم نلتقي مع نساء متميزات مبدعات خطنا خطوط ليس فقط لأنفسهن وإنما للمرأة العراقية بصورة عامة. نبدأ مع الدكتورة لاهاي. الدكتورة لاهاي هي أستاذة في علم الاجتماع، أستاذ متمرس مختص في دراسة المرأة العراقية، ولها دراسات متعددة في التعليم والبيئة العراقية، ولها العديد من الكتب والإشراف على العديد من الأطاريح. حصلت الدكتورة على العديد من الجوائز وكتب الشكر. لها خط واضح لا يمكن إغفاله، بنت منذ سنين. ليس من السهل أن نجد امرأة مختصة في علم الاجتماع ولها خط واضح، وهذا دل على شيء فيدل أنا أنه الدكتورة كانت منذ البداية وضعت نصب عينيها قضية المرأة من حيث الثقافة، من حيث المشكلات، في سعيها منذ البدء في تصحيح وإعادة الوعي إلى المرأة. ثم بعد ذلك ننطلق إلى الدكتورة ابتهال خاشيك، وهي بكالوريوس في علم السياحة وإدارة الفنادق، حاصلة على شهادة الماجستير في علوم السياحة وإدارة الفنادق، وحاصلة على الدكتوراه في فلسفة العلوم السياحة وإدارة الفنادق. تسنمت الدكتورة ابتهال العديد من المناصب، وكان لها قيادة وإدارة للعديد من الندوات والورش والفعاليات الفكرية والثقافية، وأيضا إدارة دار الأزياء العراقية، أيضا عملت فيه كمدير عام دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة. فكان لها العديد من النشاطات ليس فقط الثقافية وإنما النشاطات التي تضمن تشغيل المرأة، تعليم المرأة ضمن دائرة الشؤون العراقية للأزياء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدكتورة رفاه أحسين، وهي حاصلة على البكالوريوس لغة إنجليزية وبكالوريوس في القانون. عملت الأستاذة رفاه أحسين
الهلالي، كمتطوعة في تدريس محو الأمية، أيضا عملت كمتطوعة في الحملات الطبية، أيضا كعضوة في دورة التمكين للمرأة، وكان للدكتورة نشاط أيضا واضح في محاولة تصحيح التعليم الابتدائي والثانوي من خلال مشاركتها في ندوات في بيروت، وأيضا شاركت الدكتورة مع نقابة المحامين اللبنانيين في عدد من الدورات والورش في محاولة لزيادة الوعي بدور المرأة. ومن حسن حظنا اليوم في البصرة أن تستضيف البصرة مجموعة من نساء متميزات، استطعنا أن يحطن هوية للمرأة في العراق وهوية تختلف من واحدة إلى الأخرى. نبدأ مع الدكتورة لاهاي، نتمنى نسمع دكتورة عن المنتدى اللي حضرتك اشتغلت على تأسيسه، أهدافه، ارتباطاته، اهميته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي اولا ان اشكرك دكتورة سنة، واشكر الاتحاد العام للادباء والكتاب فرع البصرة، اشكر الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق ومؤسسة المدى بالتأكيد، وبالتأكيد اشكر هذا الحضور الرائع والمكثف يعني والذي يشاركنا في هذه الجلسة. هذه الجلسة هي الأولى للحديث عن منتدى الثقافة النسوية اللي هي جزء من الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. هذا المنتدى بالحقيقة تشكيل جديد، هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه عام 1959. هناك قناعة بأن الاتحاد ربما تأخر في إطلاق هذا المنتدى، ولكن الحمد لله والشكر يعني بالنهاية يعني بذلت الجهود. وللأمانة فقط أقول أن رئيس الاتحاد الأستاذ ناجح المعموري بذل جهد جدا كبير في متابعة الموضوع، واتفقنا على أن يكون هناك منتدى الثقافة النسوية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه تشكيل يهدف إلى تجميع واستقطاب الأقلام النسوية، وعندما أقول نسوية اسمحوا لي أن أوضح أن ليس المقصود النسائية فقط، لا، وإنما الذين ينتصرون لقضية المرأة، الذين يعترفون بإنسانيتها، الذين يعتبرون حقوق النساء هي جزء من حقوق الإنسان، ليس أكثر من هذا. لذلك في البيان التأسيسي الذي وضعناه أكدنا على أن المنتدى الذي سيقوم بإصدار كتاب نصف سنوي، يعني كتابين بالسنة، يعني يرحب بكل الأقلام النسائية والرجالية التي يمكن أن ترفد الكتاب نصف سنوي. وأيضاً يعني من المهم جداً أن نؤكد على قضية أنه المنتدى ينفتح على كل الاختصاصات العلمية والثقافية والفكرية، فهو بالتأكيد لا يركز على جانب دون آخر، وإنما يعني يهمنا أنه الكل يساهمون في دعم المنتدى وبالذات هذا الجهد الثقافي. المنتدى ليس تنظيماً يعني عضوية وما ذاك، لا، ليس كذلك، وإنما هو عبارة عن يعني محفل يعمل على إنتاج أو إصدار الكتاب نصف السنوي، واللي يعني بالحقيقة أنجزنا. يعني إحنا اليوم بدنا نتكلم في هذه الجلسة الأولى للحديث عن المنتدى، ولكن عملنا الحقيقي بدأ قبل ذلك. لذلك يعني يسعدني كثيرا أن أقول لكم أننا انتهينا من الإعداد ودفع الكتاب النصف سنوي الأول إلى النشر، واللي سيصدر يعني قريبا. والكتاب النصف سنوي الذي سيصدر سميناه الكتاب الأول الصادر عن منتدى الثقافة النسوية الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وفيه جمعنا 9 دراسات علمية أكاديمية. ولكن بما أننا يعني نتعامل مع وسط ثقافي واسع وليس فقط وسط الأكاديميين، لذلك أيضا نقبل مثلا المقالات النوعية التي يعني تساهم في التنوير وخدمة قضية المرأة وما ذلك.
وأيضا يعني الكتاب يتضمن تراجم، ولكن ليس الكثير من تراجم، يعني التأكيد راح يكون على الدراسات العلمية الأكاديمية، مقالات نوعية لكتاب ومثقفين عراقيين، وتراجم لا يزيد عددها عن 2، ولقاء العدد، لقاء العدد إنه إحنا كل كتاب يعني نحاول نبحث عن شخصية نسوية في هالقضية، لا يعني راح نبحث على شخصية نسائية عراقية سبق أن يعني أو ضحت أو شاركت ولديها علم واطلاع على مسيرة المرأة العراقية، على مسيرة المجتمع العراقي، فأيضا نفرد لها حصة في هذا الكتاب. فالكتاب يعني هذا من حيث الأساس، وهو الآن دفع للنشر، وبنفس الوقت يعني أعلننا عن شروط النشر اللي ممكن يعني تطلعون عليها وتشوفوها وتشوفون أنه هي تتميز بدرجة عالية من المرونة في سبيل إشراك أكبر عدد من الأقلام الجادة المهمة بقضية المرأة المعترفة بحقوقها وما إلى ذلك. شكرا. هذا الكتاب يتضمن قضايا المرأة، لكن أكو بعد فعاليات ممكن. لا، من حيث الأساس هو نتاج هو نشاط ثقافي فكري من حيث الأساس. يعني إحنا أكدنا بالبيان التأسيسي اللي ربما الأستاذة المحامية رفاه حسين الهلالي ستعطي فرصة يعني فكرة عنه، يعني أكدنا على قضية أننا لا نتبع مرجعية سياسية معينة، وإنما ننفتح للجميع ونعطي الفرصة للجميع. المهم بالنسبة لنا أن يكون المساهم يعني مؤمن بقضية المرأة يدعمها وما ذلك، يعني فهذه القضية الأساسية. القضية الأخرى المهمة أننا نهتم بالمرأة العراقية حصرا، يعني لن يكون الكتاب عبارة عن كشكول نتكلم على كل النساء، لا لا، القضية تخص المرأة العراقية بالذات، وبالتأكيد يعني يهمنا أن ندعم الأقلام النسائية الشابة على سبيل المثال، يعني أو الأقلام الأخرى. المهم يعني قدر الإمكان نخدم المرأة العراقية يعني على وجه التعيين. ولما عندما أقول المرأة العراقية فبالتأكيد يعني أمام واقع أننا نعيش في العراق، وهناك الملايين من العراقيين ممن يعيشون في أجزاء أخرى من العالم، فبالتأكيد يهمنا التواصل معهم في سبيل أن يعني نساهم في وحدة هذا المجتمع وتماسكه، وربما يعني معالجة مشاكله وجروحه وما إلى ذلك. عفوا دكتورة، حضرتك مهتمة بالمرأة ومعظم كتاباتك متوجهة إلى المرأة، لاحظتي أكو زيادة بالوعي بالنظرة إلى المرأة، تقييمها الذاتي وتقييم المجتمع إذا إحنا نلاحظ بالوقت الحالي بالانتخابات الكوتة تقريبا بال 85 أو كذا، نلاحظ عدد النساء اللي فازوا بالانتخابات تجاوز المطلوب بالكوتا، معناها كأنه بدأ المجتمع يعي دور المرأة. تمام. وبدأ المجتمع يميل يترك الذكورية إلى يتوجه بعض الشيء إلى الأنثى، وممكن أنه الأنثى تصنع شيء. بالضبط. وأكبر دليل أنه كانت النساء في الانتخابات السابقة أعدادهم معظمهم معتمدين على الكوتا. تمام. عدد محدود. تمام. لكن احنا لا، وصلنا للتسعين، عبرنا التسعين، فهذا يدلل كأنه الوعي أصبح هنالك وعي، أصبح أنه لا، المرأة ممكن أن تقود، ممكن أن تعمل. وعن دكتورة أنت خلال دراستك، نعم، خلال دراستك الاجتماعية حضرتك اتبعتي المرأة العراقية من السبعينات إلى الوقت الحالي، مهتمة بها، مهتمة بإنجازاتها، مهتمة بمتاجة طريقة نظرة المجتمع إلى وهي شلون تنظر لنفسها، لاحظين أكو فعلا تطور بالوعي؟ يعني أعتقد حضورنا المجرد هو عبارة عن شهادة على تطور الوعي المرأة. هذا الحضور اللي أمامي الآن، كثرة من النساء حاضرات، كثر من الرجال الذين يؤمنون بقضية المرأة، فهذه مسألة محسومة. أما أن نسأل سؤال دقيق على مدى الوعي وما ذلك، فهذه ربما تتطلب يعني استفتاء أو دراسة. عموما يعني يعني بس خليني أضيف شيء مهم فيما يتعلق بالمثل اللي ذكرتيه أو الـ يعني الـ الواقع التي ذكرتها، إنه بهذه الانتخابات عدد النساء اللواتي فزن بأصواتهن زاد
على عدد النساء اللواتي يعني يفترض ان ياخذن حصه يعني او ضمن الحصه. فيعني ايضا بالمناسبه يعني النساء بالحقيقه اللواتي فزن في اقليم كردستان اكثر من المناطق الاخرى، هذه مساله جدا مهمه. البصره هذا العمق الحضاري الكبير، كثير من النساء بالحقيقه لم يحالفهن الحظ في الفوز. يعني القضيه الوعي قضيه مختلفه، الوعي موجود ولكن الضغوط الاجتماعيه وما ذلك. لكن عموما يعني حقيقه ان هناك 57 امراه فازت بالانتخابات، انا اعتقد يراد يعني هذه تتطلب يعني انتباهها من نوع معين، يعني بمعنى ان المجتمع العراقي جاهز ان يصوت لمن يقتنع به، لمن يحترمه، لمن يثق به، وعليه ربما يعني في ضوء هاي النتيجه ربما نقول انه لم تعد هناك حاجه للكوتا في 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 النظام السياسي العراقي، يعني لانه المراه يمكن ان تنافس وتدخل في 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 المنافسه وتحصل. يعني فكره الكوتا بالحقيقه يعني لاحظوا من 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 بدايه تشكيل النظام الجديد للان، يعني بالحقيقه يعني ربما يتفق معي كثيرون على انها فشلت كثيرا. يعني النساء اللواتي بلغن مرحله ان يكن نائبات في البرلمان، يعني عندما تتكلم راسا يعني نقدر نشوف بشكل واضح انها تتكلم عن الكتله او الحزب الذي تمثله، وهي بالحقيقه بهالحاله اختزلت لتكون صدى للكتله او الجماعه التي تمثلها. وهذا ابتعاد عن الهدف اللي نسعى له، وهو ان ننتصر المراه العراقيه باعتبارها موحده للمجتمع العراقي يعني ككل. وعليه يعني هذا اقتراحي بالحقيقه. انا يعني كتبت يعني قبل يعني فتره مقاله فيما يتعلق بوزاره المراه، يعني هل نحن بحاجه الى وزاره المراه؟ انا برايي مو بالضروره. يعني المراه الان تدخل كل الميادين وتشق طريقها مستفيده من دعم من يستطيع ان يدعمها وتدخل، يعني خصوصا في مجال القانون والقضاء وما ذلك، يعني لتحسين وتطوير القوانين التي يمكن ان تسهل حركه النساء وبالذات النساء الشابات. يعني اليوم عندنا عدد النساء اللواتي يعني يداومن كطالبات ربما يزيد على عدد الشباب. هؤلاء يعني عباره عن ثروه وطنيه قوميه مهمه، يعني عندما يتخرجنا يعني لماذا لا يعني يهيئ المجتمع يعني سياسات وبرامج تهدف الى يعني عدم التضحيه بهذا الكم الانساني البشري المهم في المجتمع. شكرا. ننتقل الان الى الدكتوره ابتهال خاتي. دكتوره ابتهال، حضرتك يعني المتابع للفيس مات الدار العراقي للازياء، نعم، يلاحظ الفعاليات والنشاطات، كل يوم فعاليات تخص، نعم، المراه، كل يوم نلاحظ نشاطات مختلفه. الدار موسيقى، رسم، فن، ازياء، نعم. يعني ما اعرف هذا الخط اللي حضرتك جاي تخطينه، نعم، هو امتداد للمنتدى، لو كانه يعني نقدر نقول تطوير لعمل المرأة من خلال الدار العراقية، باعتبار حضرتك جاي تشوف نسوين دورات تنطين فرص للتعليم، نعم، تنطين فرص للمرأة. مساء الخير للجميع. أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة الميمونة من منتدى العفو من مؤسسة المدى الثقافية واتحاد الأدباء للحضور إلى محافظة البصرة. محافظة البصرة اللي كان لي عمل بها سابق، أسسنا إلى معهد البصرة السياحي، واليوم أنا أستكمل هذا النشاط باستقطاب عطاء المرأة الثقافي تحت مظلة المنتدى الثقافي النسوي اللي أسسه اتحاد الأدباء. طبعا عندما تتعاشق هذه الجهود الثقافية بين بغداد والبصرة وباقي المحافظات راح ننتج بنتاج يختلف عن ما يكون كل نتاج يعني كل محافظة تعمل وحدها. اليوم دار الأزياء هي إطار لعمل المرأة،
حاولت من خلال عملي في دار الأزياء أن أسلط الضوء على هذه الشريحة المثقفة النسوية اللي لحد الآن لم تأخذ حيزها المناسب من تسليط الضوء. طبعاً كل النساء عندهم طاقات كامنة، إذا سلط الضوء عليها بالشكل المناسب راح تنتج إبداع لا مثيل له. من خلال عملي في دار الأزياء، وواحدة من المحطات اللي مهمة اللي قمت بها هو المؤتمر العالمي الأول للأزياء اللي نفذته نساء. حضرتك جاي نلاحظ أنه بصمتك مو فقط بالعراق، نعم، وأنه من خلال حضور والتواجد الأمرأة العراقية في نشاطات الفعاليات ضمن الوطن العربي وخارج الوطن العربي. يعني فعاليات المرأة جاي توصل إلى مدى بعيد. يجب اليوم أن توصل المرأة العراقية إلى أبعد من حدود الوطن إلى الحدود الخارج الوطن. المرأة العراقية لها نصيب ولها نتاج مبدع، لكن لحد الآن لم يسلط الضوء عليه بالشكل الصحيح. الخطوة اللي أخذها اتحاد الأدباء بإنشاء هذا المنتدى هي الخطوة الصحيحة الأولى لتأطير هذا النتاج وتسليط الضوء من خلال هذه النافذة حتى يوصل إلى العالم، وخصوصاً بعد أن نفذنا الكتاب الأول وأطرناه بنتاجات المرأة، واليوم إحنا مستعدين إلى أن نسوي معرض تشكيلي لفناناتنا في بغداد وباقي المحافظات حتى نسلط الضوء على النتاج المتنوع الثقافي للمرأة. كأنه عندكم جانب نظري واللي من خلال الكتاب النصف سنوي اللي صدرته خلال هذه الفترة، وكأنه أكو جانب عملي هو اللي جاي يقوم به الفعاليات النسوية، إن كان رسم، إن كان أنواع الفنون المختلفة. إحنا اليوم محتاجين، المرأة محتاجة مظلة تعمل تحتها، نتاجاتها يجب أن تظهر بالصورة الصحيحة، يجب أن تؤطر بالصورة الصحيحة، يجب أن تعرض بالصورة الصحيحة وتقدم إلى الآخر بالشكل المناسب. النافذة اللي اليوم طلينا بها على مجتمعنا المنتدى الثقافي النسوي هي النافذة الصحيحة الأولى اللي راح تعطي الخطوة الأولى للنساء المثقفات أنه يقدمون عطائهم ونتاجاتهم من هذه النافذة حتى تكون يعني الجميع يقدر ينهل من هذه الثقافة. نعم، وألوانها. دكتورة لهاي، هي دكتورة لهاي تقول المجال مفتوح للجميع. نعم، تمام. دكتورة تسمعي بس تعليق بس. يعني هو كله ثقافي بالمناسبة، يعني أن يكون هناك كتاب ببحوث ودراسات علمية أكاديمية، وأيضا المعرض للفنانات التشكيليات هو أيضا ثقافي، فهي ما لها علاقة بعمل. إحنا ما راح نأخذ، يعني ما راح نستقطب نساء ونعلمهم وكذا، لا، هؤلاء فنانات معروفات ولديهن حضور، فهو كله نشاط من حيث الأساس ثقافي فكري فكري. شكرا. ننتقل إلى رفاه. رفاه، رفاه. نعم، حضرتك، العفو، حضرتك قانونية محامية، شنو وجهة نظرك بهذا الصعود المرأة في الانتخابات؟ تشوفينه يعني شيء مبشر بالخير، يعني أنه تصعد هذا العدد من النساء وبدون مساندة، الكثير من عندهم بعضهم مستقلات. نعم، فحضرتك شنو من وجهة قانونية؟ بصراحة بداية أشكر الجميع وأشكر الحضور الكريم اللي فوجئت بالعدد، صورت العدد يجي بس ببغداد، ما صورت هذا العدد الكبير والمستمع الجيد جدا يكون بالبصرة. والشكر موصول أيضا إلى اتحاد الكتاب والأدباء الذي أتاح الفرصة للمرأة تحديدا بأن تدلي بدلوها وتسمع للناس صوتها. بالحقيقة كمحامية أنظر للمرأة من الجهة القانونية، أرى أن المرأة العراقية مظلومة قانوناً، في حين المفروض القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومطلقة وتشمل جميع المجتمع، ولا يحق أن نقول على المرأة أو على الرجل، يجب أن نقول على الإنسان، كونها إنسان هي حالها حال الرجل، لكن في القوانين العراقية هنالك تمييز وهنالك إجحاف بحقنا كنساء،
وكثير من القوانين لا أريد أن أشير إلها الآن، لكنه اللي مشتغل بحقل القانون يعرف هذه القوانين. هذه القوانين هي تأكيد للعادات والثقافات المجتمعية البائدة والقديمة، وهي تأكيد لعرف اجتماعي يود المنتدى الثقافي النسوي أن يسلط الضوء على هذه العادات وهذه الأعراف. ونتمنى أن نتمنى على الناشطات ونتمنى على المثقفات في كل العراق أن يرفعون أصواتهم، لكن إذا ما يسلط الضوء على نقاط الضعف ونقاط القوة، المرأة ما راح تعرف شو وقت تدافع عن روحها. المنتدى الثقافي يود المرأة أن تعلم حقوقها وأن تدافع عن نفسها. إذا ما عرفت حقوقها، إذا مو أني والست والست تعلمها بحقوقها، راح تبقى الزوجة أو تبقى المرأة تقتل ويسفح دمها بالقانون. نفس الخطأ، يخطأ الرجل لكن لا يحق للمرأة حتى أن ترفع دعوى عليه. أضف إلى هنالك قضايا نسوية أخرى، قضايا النساء السجينات، احتياجاتها تمام، هي مجرمة وهي سجينة وهي مذنبة وأدانها القانون، لكنها إنسانة. ما هي احتياجات هذه المرأة؟ راح تطلع للمجتمع، تطلع بأي أفكار غيرها من النساء، نساء الأقليات اللي أيضا عندنا بالقانون إجحاف بحقوقهن، كأن تسلب منهن الحضانة، حضانة أولادهن بدون أي ذنب، وهي في بيتها عندما يخونها زوجها ويشهر إسلامه. قضايا أخرى هي قضايا الإزيديات وغير الإزيديات، المغتصبات، كل صيحة ماما في بيت رجل، كل صيحة طفل على أمه ببيت الأب اللي هو ما يدري هاي بنت منين جابت هذا الطفل، كل صيحة من هذه الصيحات تحتاج وقفة نسائية للتوعية، تحتاج وقفة نسائية للتضامن مع صيحتها، مع صيحة ابنها، تحتاج أني وأنتو وكل النساء أن ندليها. وين تروح؟ شو تسوي؟ نثقفها، نوعيها، مو بس أنظر للموضوع وأقول توجد لدينا حقوق، لا، المفروض أسلط الضوء. أتمنى على كل الناشطات وكل الواعيات والمدركات أن يشاركون في الكتاب نصف السنوي الذي أعلنت عنه الدكتورة لاهاي، وأتمنى أن يشاركون به، وأتمنى حتى بالنسبة لمعارض الرسوم والقصص أن نسلط الأضواء على قضايانا الخاصة بنا، أن تسلط الضوء على المرأة الناشز بالقانون لأنه ما لها حقوق، على المرأة المخلوعة بالقانون وما لها حقوق، تضطر تخلع الزوج وتتنازل عن كل حقوقها وكثير من هذه القضايا. فأتمنى أنه يسلط عليها الضوء. ومن جديد أشكر اتحاد الأدباء لمثل هذه الالتفاتة العظيمة، وأتمنى أن إحنا نقدر نقود إدارة هذا المنتدى النسوي، وأشكر الجميع. العفو دكتورة. نعم. اعتبار قانونية. نعم، أن زيادة أو ارتفاع عدد الطلاق أحد أسباب القانون اللي شرعته الدولة سنة 1959. اللي هو اشترط انه ليس ضروري ان تكمل سن 18، وانما ممكن
أقل من ذلك من خلال موافقة القاضي. قد يكون هذا القانون ساهم مساهمة إلى حد كبير في ارتفاع عدد الطلاق بالوقت الحالي. نعم. حالات كثيرة. نعم. والمشكلة إحنا ليس مسألة طلاق وإنما المشاكل التي تلحق. نعم. فأريد حضرتك تتكلمين عن كقانون يمكن يحتاج إلى إعادة نظر. بالضبط. بالضبط. زواج القاصرات. تمام. تحديداً أنت اتفضلتي يعني وضعتي إيدك على زواج القاصرات. إحنا عندنا نص قانوني، النص القانوني يقول الفتاة والشاب والشابة يجب أن ما يقل عمره عن 18 سنة، لكن إذا البنية أو الولد يجيب أبوه ولي أمره ويوقع يقول هذا يريد يتزوج، القاضي يعرض تنعرض القضية على القاضي، فالقاضي بالقانون ينطي أمر لولي الأمر أن ما يخالف السماح للزوج. بصراحة علميا جسم الفتاة لا يكتمل بأقل من 18 سنة، ولذلك المستشفيات مليئة بحالات الإجهاض، مليئة بحاجات عدم الحمل، مليئة بحالات الأطفال المشوهين. ليش؟ لأنه رحم المرأة ما مكتمل. فالقانون لما صدر سنة 1958 حتى العلم ما كان واسع الرؤية مثل ما هو الآن. حتى التحاليل والمختبرات والكل تغيرت. القانون هو قاعدة اجتماعية يجب أن تتغير مع متغيرات المجتمع. القانون سنة 58 اللي كان بزمن أمي آني ما أقدر أطبقه على بنتي آني. الفارق كم جيل بين أمي وبين بنتي وبين بنت بنتي؟ هواية. إذن القوانين يجب أن تتغير، ولذلك نشوف المحاكم طبعاً طفلة صغيرة دنيا جديدة عليها وعالم جديد عليها، 15 سنة عمرها، 15 سنة عمرها، هي بالقانون الدولي لا تزال طفلة وبالقانون الوطني أيضاً لا تزال طفلة. ليش؟ لأن هي بالقانون إلى أن يصبح عمر الفرد 18 سنة يلا هذا عمر الرشد والبلوغ، فكيف تتزوج الطفلة؟ أضف إلى أنه الأب لما يزوج بالتخارج المحكمة وعمرها 12 سنة أو عمرها 13 أو عمرها 14 سنة ويجيبها للقضاء، أمر واقع. قد تكون حامل الطفلة، معتمدين أنه يباوعون جسمها. هي هواية أكو طفلة متعافاية سمينة يعني، بس هي طفلة. فإحنا بصراحة يعني نحب تسليط الضوء على كل هاي القضايا، وهاي قضايا ترى كلش مهمة ومحورية بالنسبة للنساء. بنية عمرها 15 سنة لما يصير عمرها 18 و19 سنة ما عندها قرار بعد بالبيت، تفقد قرارها لأن تصير خاضعة لزوج هو من الأساس. لو كان كلش متعلم وجدا مثقف ما تزوج طفلة لا تزال تلعب بالملاعب. فهذا اللي احنا نريد نسلط الضوء عليه، وهاي هي العادات اللي نريد نغيرها بصراحة. نلاحظ ان المنتدى الثقافي النسوي وبالذات في الجلسه الاولى والاوائل للدكتوره لهاي مع الدكتوره رفاه مع الدكتوره ابتهال، نلاحظ هي مو مساله عندهم، مثل ما اشارت الدكتوره لهاي الكتابه ليست فقط موجهه للنساء وانما اي رجل ممكن يتحدث عن او مهتم بقضيه المراه، زياده الوعي بالمراه، دراسه المراه كباهره، هو ممكن ان يشارك بالكتابه.
نلاحظ أنه من جماليات الجلسة الأولى ونقدر نقول البدايات الأولى أن تكون مثلا الدكتورة ابتهال هي مسيحية، والدكتورة نهاي مثلا مسلمة، والدكتورة رفاهية صابئية، وهذا يدلل على أنه الجميع مهموم بقضية المرأة العراقية. طبعا هذا يرجعنا دائما إلى الدكتورة لهاي، يعني احنا بالرغم أنه الجلسة التأسيسية بالوقت الحالي، لكن يمكن أنا لما تبعت سيرة الدكتورة، الدكتورة منذ البدايات الأولى الماجستير والدكتورة والبحوث كانت موجهة دراساتها حول المرأة العراقية. أخي الدكتور، لماذا هذا التأخير مع العلم أنه أنت كنت عارفة أنه أكو مشكلة، يوجد مشكلة في الوعي بدور المرأة في واقع المرأة، ضروري تسليط الضوء عليها، ضروري إصلاحها، يعني هذه كل كتاباتك حول هذه المسألة معناها أنت كنت في وعي، لكن لماذا التأسيس الآن؟ هل لأن حضرتك مثلا أصبحت على التقاعد ومهمومة أكثر أصبحت وعندك صار مجال من الوقت باعتبار المحاضرات والإشراف على الماجستير والدكتورة، وكانت تأخذ وتستنزف وقتك، بالوقت الحالي شعرت كأنه لا، يجب أن نبدأ الآن بإصلاح ووعي وإعادة الوعي بدور المرأة وأهميته؟ شكرا جزيلا. يعني بالتأكيد القضية ليست شخصية إطلاقا، يعني هو تكليف، تكليف، وفيما يتعلق باختصاصي وأعمالي فالجندر والدراسات الخاصة بالمرأة العراقية هي تأخذ جزء حيوي ولكنها ليست كل شيء. يعني أنا عالمة اجتماع أبحث في جوانب متعددة، اختصاصي تنظيم، لكن مهتمة بقضايا المرأة العراقية، عندي كتاب يعني تناول قضايا اجتماعية عامة، فيعني هي ليست انه بالعكس احنا ما يعني 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 مو فقط يعني على المرأة بالذات، وانما مجالات واسعة في علم الاجتماع وتراجم وما ذلك. وبنفس الوقت يعني ايضا كما قلت القضية ليست شخصية، قضية صارت تكليف، وشعرت بانه مسؤولية وطنية واخلاقية بنفس الوقت. يعني هذا عمل طوعي بالمناسبة، هذا عمل طوعي بدرجة 100%. يعني احنا نروح ونجي يعني كلها نتحمل تكاليفها ونشتغل يعني ونعبئ وما ذلك. فيعني هي ليست انه اوكي صار عندي وعي او صورت او كذا، لا لا، الوعي موجود والايمان بالقضيه موجود، والقضيه جزء من القضيه الوطنيه العامه. فلما عرضت الفكره رحبت بها واحترمتها واشتغلت عليها. طبعا هذا الجمهور الغفير اللي جاي يسمع لحضراتكم طبعا يستحق ان نعطي مجال أكيد. للاسئله بالضبط. فاذا احد يحب يسال دكتوره ابتهال، دكتوره لهاي، استاذه رفاه، فنستمع حضراتكم. نعم تفضل، يلا يا ريت تتقدم حتى نسمعك. اكو مايك مايك. عباس الجوراني كاتب وصحفي. بدءا أود أن أشكر القيم